منحه بنك مصر لدراسه البكالوريوس في جامعه النيل. لو انت طالب ثانويه عامه ولسه مخلص وبتدور على منحه تدرس فيها البكالوريوس بتاعك، فبنك مصر ممول منحه بالتعاون مع جامعه النيل، عباره عن ان انت هتدرس فتره البكالوريوس بتاعتك وهو هيدفع لك مصاريف الدراسه. ايه هي جامعه النيل؟ جامعه النيل دي من اقوى الجامعات اللي موجوده في مصر، وهي جامعه بحثيه اهليه غير هادفه للربح. ايه التخصصات اللي ممكن تلاقيها في جامعه النيل؟ هتلاقي مثلا تخصصات زي هندسه، حاسبات ومعلومات، واداره اعمال. الشروط: اول شرط ان انت تكون مصري الجنسيه، وتاني شرط حسب كلام جامعه النيل ان انت تكون جايب تقدير 90% فيما فوق. الشرط الثالث ان جامعه النيل تقبلك تبقى الشروط بتاعتهم وتبقى للامتحانات والاختبارات اللي هم هيختبروها لك. تكلفه المنحه: المنحه موفره ان هي تدفع لك تكاليف الدراسه طول فتره المنحه. التكلفة: المنحة موفرة لك ان هي تدفع لك المصاريف الدراسية طول فترة دراسة البكالوريوس بتاعك، اللي هي تقريبا بتكون 60,000 جنيه في الترم او اكتر من 120,000 جنيه في السنة. كل التكاليف دي هم اللي بيتحملوها. طريقة التقديم: هتملوا الابلكيشن بتاعت المنحة وهتبعتوها على الميل اللي هتلاقوه في اعلان المنحة على موقع مرجع، وما تنسوش تكتبوا في العنوان ان انتم مقدمين على منحة بنك مصر. اعملوا لنا سبسكرايب عشان تتابعوا بقى فيديوهاتنا، وادخلوا على موقع مرجع تابعوا بقى الفرص والمنح اللي موجوده. ولو انت عايز تدرس بره مصر ادخل شوف التسجيل بالجامعات على موقع مرجع. شكرا ليكم.